النهارده معانا حاله وموهبه فظيعه بجد. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاه النهارده. محمد ده قصه كبيره لازم كلنا نشوفها ونتعرف عليها ونشوف موهبته ونسمعها، فعلا حاجه هتعجبكم جدا. ازيك يا محمد؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مبسوط جدا ان معاك النهارده. تحت امر حضرتك. ربنا يخليك يا محمد. انت عندك كام سنه؟ 18. في سنه كام؟ داخل ثانيه ثانوي. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. قول لي بقى، امتى بدات العزف؟ بقالك قد ايه بتعزف؟ والله من ساعه ما انا دخلت مدرسه، وانا ابتديت اعزف من ساعه ما انا دخلت اولى ابتدائي كده او الثانيه كده. بعد ما انا عزفت بقى كان في حاجه كنت بعملها ساعه ما انا دخلت البلكونه من صغري، حاجه كده اسمها الاذاثه، بفضل اعمل بقى بنتيه وكذا والحاجات الريتم ده. جميل. فبعدها فجاه كده ماما بقى اضطرت ان هي تجيب لي البيانو الصغير اللي هو اللعبه البلاستيك ده اللي وصل المنطوط ده. انت جايبها ايه من الاول خالص؟ تمام. وبعدين مين علمك ولا انت اتعلمت لوحدك؟ لا، بس مستر حامد اللي علمني. بعدها بعد ما علمني كده سنه كده فجاه بقى هسافر كده، بعد ما البيانو كده جالي المحافظ بقى سلمني، كان اوركا اولاني. كان عندك كام سنه ساعتها لما مستر حامد علمك العزف؟ مش كان عندي خمسه او سته حاجه زي كده. كانت سنه خمسه ابتدائي تقريبا، كان مثلا 10 سنين حاجه زي كده. تمام. وبعدها هو جاب بدا يعلمك العزف، جبت الاورج ده ولا مين اللي جابه لك وجبته امتى؟ لا، كان محافظ كان جابه لي، ومن بقاله تقريبا خمس ست سنين كان جابه لي، من كان بقاله خمس سنين تقريبا عندك. وفجاه بعد ما جابه لي كده قاعد معاه كده مره واحده، لقينا بابا واقف كده مننا، فبابا اضطر ان هو يشجعني يجيب له اورج تاني. ده انا كنت لسه اسالك بقى، مين اللي كان بيشجعك ومين اللي دعمك عشان تكمل وتعزف كده وتسمعنا حاجات حلوه؟ والله بابا والناس كلها بقت بتشجعني والمدرسين كلهم بيشجعوني جدا. طب ده كويس جدا. طب انت شاركت في حاجه قبل كده؟ رحت مسابقات؟ رحت قبل كده، بس رحت في مسابقه الحلم المصري، خدنا مركز اول السنه اللي فاتت. ما شاء الله عليك. السنه اللي فاتت كان مركز تاني والحمد لله. طب انت في حاجه بتحبها تاني غير العزف؟ بحب مثلا العزف والغنى. بتحب تغني؟ صوتك حلو. طب ده كويس، انا عايزك تسمعني حاجه حزف وتغني حاجه كمان. عزف لنا حاجه حلوه وتغني لنا حاجه، احنا معاك. عايز تبدا ايه؟ تعزف الاول؟ الاول ابتدي الاول بالموسيقى. اوكي. اغنيه الدنيا اللي شافها، بس ثانيه بس اظبط. ظبط براحتك خالص، احنا معاك. تعرف انا مبسوط جدا اني معاك النهارده والله. والله انا عارف، بس علي عادي على الاخر. عادي عادي براحتك. Thank you.
بس انا ايه يلا مع بعض لكم مرة تانية. أتمنى تكون استمتعتوا بموهبة محمد. بصراحة محمد عبد الله خاطر موهبة جميلة جدا وتستحق الاحترام والتقدير، وأنا بصراحة اتبسطت جدا لما كنت معاه في اللقاء ده، وبشكر أهله وبشكر أسرته على الترحيب الغير عادي اللي رحبوا بينا أنا والفريق العمل. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكركم واستنونا في حلقة جديدة في برنامج هاشتاج. إلى اللقاء.